احنا بنعبر على future بكام حالة اللي عليكي هان when plus the infinitive am is are plus ing present continuous going to am is are going to plus the infinitive will present simple the present simple. طب حد كده بسرعه يقول لي ايه هي استخدامات ال present simple عشان دل عليكي. واول يونت كان بيتكلم عنه مش كان بتاع الترين اول يونت تمام. يبقى بستخدم ال present simple عشان اعبر عن ايه تايم تيبل. تايم تيبل هو جدول الايه المواعيد. جدول الايه المواعيد. ري رايت ذا فولوينج travel next week. What do you mean with intention? What do you mean with this? Intention planned decision. نية؟ نية تقرار. Prediction of evidence. تنبو على دليل. دي استخدامات going green to. يلا يا. ها. يا
going to travel next week, extra from next week. Who's a train from Cairo to Alex is at 6 Yana, what's your name? Noreen. Yana Noreen. Hey. The train? The train from Cairo, okay, to Alex. Hey. Leaves? Leaves. Leaves at? ماشي. Leaves at. طب ينفع هنا يا جماعة أقول the train from Cairo to Alex is going to leave؟ لا لا. ليه؟ قلت لك going to استخداماتها ايه؟ intention plan decision نية خطة قرار تنبؤ على دليل. لكن هنا تنبؤ على دليل كونك يبقى عندك حصة ماس وبعد كده حصة انجلش ده تنبؤ على دليل ولا في تايم تيبل احنا شغالين عليه؟ What's the meaning of time table؟ جدول مواعيد برضه الترين مش بيبقى ليه جدول مواعيد البلين تمام؟ الثياتر المسارح السينما البروجرام البرامج بتاعت التلفزيون مش ليها جدول مواعيد إذا بنستخدم الـ present simple لما to express the future لما يكون عندي time table what's the meaning of time table؟ جدول مواعيد جدول ايه؟ مواعيد يبقى نورين كده تقولي لها تجربة تانية the train from Cairo to Alex leaves at بس excellent go تمام؟ اوكي يلا يا رب زي where sad زي where sad I am not sure هما كانوا sad انا مش متأكدة انا هنا بعمل الديدكشن يا الاء في البريزنت ولا في الباست؟ في الباست الباست قلت لك ايه؟ تجيب المودل فيرب هاف والبي دي تمام؟ ها يبقى زي ايوه قلنا unless بتساوي ايه؟ F وقصادها no يبقى نشيل F no بس حافظي على الزمن ها unless هي ايوه هي ايه بقى؟ ها؟ بدل انت شلتي النيجاتيف اصلا unless هي wrong صح؟ لا غلط يا بس يلا طالما شلتي don't الفعل بيبقى زي ما هو شلتي doesn't يبقى الفيرب محتاج ايه؟ is ولا s s اوكي يبقى الفعل محتاج ايه s يبقى ليه في ايه he runs اوكي he will اوكي هو سوري عايز unless يبقى unless he runs he will be late he will be late صح كده تمام ما انت شلت doesn't يبقى تعوضي بالاس مش doesn't دي شالت الاس بتاعت runs تمام طيب شو if he didn't unless بتساوي ايه؟ بتساوي ايه؟ شلتها يبقى unless ايه؟ unless he انت شلتي انت مش بصير انت شلتي دلوقتي ايه؟ didn't شلتي ايه؟ didn't دي كان الزمن بتاعها ايه؟ past simple past simple عادي يبقى run الباست simple بتاعها ايه؟ run run اكتبها زي هي 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 لا مش هي هي رام لا رام 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 صح كده تمام طيب شروع يلا يا شروع مش سامعه شو ايه ما تقلقي كمان طيب يلا طيب انا اول حاجه لا ما احلش اف كده على طول بعد اذنك اشوف دلوقتي هشتغل على ايه الفيرست ولا السكند ولا الثيرد الحاله زيرو مش بتيجي ليك يعني تمام طيب زي وير او زي زي didn't come to school طيب
مرحلة كم؟ طالما كده لقيها كده في الزمن ده دي مرحلة كم؟ طب حد يقول لي يا جماعة اسمعكم دي باست سامبل تبقى على طول كده من غير ما افكر الحالة كام؟ انت ما تفكريش تبقى الحالة كام؟ انت هما كانوا قالوا زي ديدن تو كام ديسكو يبقى لو لو ما كانوش قال اوكي ما كانوش طب مين يا غالي كانوا جم المدرسة يبقى اف ايه؟ اف زي هادن اف زي هادن بين ال هادن بين ال زي وود تمتسكو لو ما كانوش قال كان جمل ايه؟ المدرسة صح كده؟ تمام؟ before eating he had had a shop هل هاد هنا زمانها ايه؟ كانت منا سألتني هل هاد هنا زمانها ايه؟ باست لا حبيبي do you have will be me يبقى الباست perfect الباست ايه؟ perfect تمام؟ طيب يبقى after after بتيجي one ولا two وراها؟ ساعدوني كده يا جماعة ها؟ one any one هنا اللي موجود يا هن؟ any one اللي عندي؟ he had had يبقى after he had had a shower ها he ايه؟ لا هكتب before؟ خلاص دي اخت منها مش هكتب الاثنين مع بعض تمام؟ after he had had a shower قلت لك after كان بيجي ورا ايه؟ one two one ايه؟ two one was perfect two كان بس ايه؟ present past simple يبقى ايه هتبقى؟ ايه؟ يلا على فكره السؤال ده موجود كتير قوي في الامتحانات بس ماما يقول لك ايه he didn't come to the party he didn't come to visit me and so كتير قوي بيجي السؤال دي سهله دي متظبطه كاتب لك first وزين مظبطاها ها مين يساعدني بقى في حلها يفهمني احلها ازاي تمام ها first is he started then he watched it حد يقوم يقول لي بس هنعمل كذا وكذا وكذا عشان نعرف الحاجه اول حاجه هنشيل فيرست واي وزيرز بس ثانك يو فور ذا شكرا ليهم ان هم قالوا لي ان ده الاول وده الايه الثاني ثانك يو طيب الاول كنت بحط له ايه عشان الزمن بتاعه بيجوا ايه الباست بيرفكت بحط له ايه ها يعني ده الاول حطيت لك هذا وقت صغير تمام ادي امتل كنا واخدين حاجه كده 2 1 صح؟ 2 نيجاتيف 2 نيجاتيف و 1 عادية طيب احنا ازاي بقى؟ 2 نيجاتيف 2 عندي اللي هي ايه؟ زي هادد ستادد ولا هادد ولا ديد؟ اثنين اثنين هنا ستادي ولا واتش؟ لا ستادي واتش واتش اول حاجة تمام؟ اول حاجة حبيبي ستادي وبعد كده واتش طيب يبقى هو مش هيتفرج على التلفزيون حتى يذاكر الاول تمام يا جماعه في اي مشكلة؟ نذاكر الاسئلة دي كويس قوي ونركز على البراكتس تيست اللي موجودة في الورك بوك مهمة جدا تمام يا جماعة؟ حد عنده اي سؤال؟ خلاص الاسئلة دي تتذاكر كويس جدا ثانك يو